Fabulous. Well, the jury said that for its mission to promote modernity and enlightenment, particularly for a young adult audience, and for its original interactive programming, the winner is... Okay, the winner is Roya TV. طبعاً أنا جداً سعيدة إني كنت من فريق رؤيا اللي حضر حفل توزيع جوائز اليوتلسات أورد. هاي الجائزة العالمية بتشكل خطوة كتير مهمة بخطوات نجاح رؤيا اللي بلشت من 5 سنين. مبروك لرؤيا الفوز بهاي الجائزة العالمية، وهذا إنجاز جديد للأردن سجل هاي السنة. السنة هاي كانت كتير حافلة للأردن بكتير مجالات وكتير جوائز على المستوى الشخصي لأفراد وعلى المستوى المؤسسات. رؤيا قدرت تثبت إنها هي قناة أردنية بنكهة عربية وعالمية، وهذه بداية خير للسنة الجاية لعيد ميلاد رؤيا. كل سنة وأنتم سالمين، ومبروك لرؤيا، مبروك للأردن. تعتبر يوتلسات واحدة من موزع القنوات الرئيسية في أوروبا والعالم بشكل عام، بتضم كثير من القنوات العالمية. طبعا هاي الجائزة تعتبر إضافة لقناة رؤيا، بحيث أنه أصبح معترف فيها بشكل عالمي، وأكيد رؤية بتستحق هاي الجائزة، وكانت إضافة كبيرة قوية للقنوات العربية بشكل عام. ما في شك أنه رؤية قدرت خلال فترة بسيطة أنها تثبت حالها على الساحة المحلية والساحة العربية كمان، من خلال البرامج، من خلال المحتوى اللي بتقدمه للمشاهد الأردني والمشاهد العربي. أول شيء بحب أبارك للأردنيين جميعاً ولكل متابعين قناة رؤيا بهاي الجائزة القيمة، لأننا كنا، وبارك لفريق رؤيا. إحنا هذا الإشي يعني رفع من معنوياتنا فوق، خاصة وإحنا داخلين على سنة جديدة لرؤيا، وإن شاء الله أنه تكون لها إيجابيات كبيرة علينا في تحسين مستوى رؤيا أعلى وأعلى. رؤيا خلال السنوات الماضية عملت بجهد حتى تحصل على هاي الجائزة، والآن أصبحت مهمتها أكبر بأنها تحافظ على هذا المستوى وتقدم مستوى أفضل إن شاء الله بالسنوات القادمة من القنوات العربية. هاي الجائزة مهمة لأنه أنت ما بتنافس بس كقناة على المحتوى اللي عندك، أنت بتنافس بالمحتوى تبعك مع قنوات تانية من حوالين العالم. فالشي طبعا بيشرف الإنسان أنه يكون بقناة عملها تقدم محتوى قادر ينافس على مستوى العالم. في أكثر من 500 قناة كانت متواجدة، كانت كمان مشاركة في الجائزة، يعني فعلا حجم المنافسة كان كتير متقدم. وأكيد كمان قدرت تثبت للمشاهد الأردني والمشاهد العربي أنه إحنا عندنا من الكوادر الفنية والكوادر البشرية كمان اللي بتأهلنا أنه إحنا ننافس عربيا، وإن شاء الله تكون هاي بداية خير لانطلاقة رؤية للعالم العربي، وتكون هاي أول جائزة تحصدها عربيا لجوائز أخرى أكيد جاي. وبدي أحكي ألف مبروك لكل كادر رؤية يلي بلشوا من أول ما افتتحت القناة ولغاية هاللحظة وهم عم ببذلوا جهدهم ليعطوا أفضل ما يقدم للمشاهد الأردني والمشاهد العربي. طبعا أنا بهني قناة رؤية بهاي الجائزة، وبهني نفسي طبعا كوني من فريق عمل رؤية إنه إحنا قدرنا نحصل على هاي الجائزة، لأنه تقدير من قنوات عالمية أو من مؤسسات عالمية لجهدنا إحنا كفريق رؤية. وطبعا للأردن كمان قديش مهم هذا الإشي، لإحنا لما وقفنا ونذكر اسم الأردن لما ارتبط في اسم رؤيا، انه القناه الاردنيه رؤيا، احنا قديش شعرنا بالفخر واحنا عمالنا نستلم الجائزه. فبهني رؤيا وبهني فريق رؤيا وبهني الاردن طبعا بهاي الجائزه المهمه. شكرا. Thank you again and hopefully for more awards in the future. Thank you, Faris.